أما أما أخوي السلام عليكم. يلا يا جماعة يلا يا جماعة، سامع هوش كل حاجة، يروح يقعد مطاع عمال، خلي سعادة بيه يعرف شو شغله. أهلا وسهلا سعادة بيه، نورت البلد، اتفضل استريح هنا جنب سي أمين. يلا يا جماعة يلا كل واحد يشوف شغله. وادي يا سانجا. أيوة يا معلم. هتشيل بهات الصحافية يلا من عينيا. أيوة يا سيد أمين، قلت لي إنك في الليلة إياها خدت شنطة المتفجرات وكلمة السر وطلعت على المعدية، وبعدين الإنجليز ليتها كانوا بيطخوا أي حد يشك فيه، قلت في حقل بالي روحك فدى البلد يا ولا يا أمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وابتديت ألاقي الإنجليز. تلاقيهم؟ بالسبع تلسن وشرفك. أيوة يا سعادة بيه، سي أمين متربي ومتعلم في مدارس أفرنجي، مش بس الزمن هو اللي عاكس معاه. لقيتهم إزاي يا أمين؟ القائد بتاعهم شاف الشنطة في كتفي قال لي أوبن باج، روحي وقعت في رجلي، بس أنا بقى كنت عامل حسابي فتحتها له، راح دب بإيده فيها. طالت حبال الكذب واتلفلفت على رهاب الخلق والحق راح، وامتاني قوم من ده الكابوس نتلفت، نلاقي فجر الحق شقشق وداح. طالت حبال الكذب واتلفلفت على رهاب الخلق والحق راح، وامتاني قوم من ده الكابوس نتلفت، نلاقي فجر الحق شقشق وداح. هذا وأكد المعلم عبد الحق أنه شاهد بنفسه البطل الصغير وهو يسرق الأسلحة والزخيرة من جنود الاحتلال الغاشم ليقدمها لأبطال المقاومة الشعبية. أما عن ليلة العملية الكبيرة وهي من العمليات التي حولت مسار المعركة، فقد قام البطل أمين المنزلاوي بمفرده باختراق كل خطوة. كفاية سيد كفاية. مالك يا فاطمة كفل الشر؟ حصلت ينشروا فضايحنا في الجرانين كمان. قصدك ايه يا فاطمة؟ اللي بيقوله ده لو فاكر ان كذبه ده مش مسير وانكشف. مش هو لوحده اللي بيكذب يا فاطمة، وعبد الحق راخر كذاب ومعار، وبصراحة ربنا بقى مش نازل لي من زور، وهو اللي مشجع الولا وعامل لنا الهوسة دي كلها. ولا عبد الحق لوحده اللي بيكذب يا فاطمة، احنا مالنا ومال اللي بيكذب واللي بيسرق؟ ما تخلينا احنا في حالنا، بدل قعده على القهوة يفشر وينبر ما يروح يشوف له شغلانة ولا صنعة ياكل منها عيش. لها الجرانين هي اللي هتبعت لنا المصروف. جبتي لي عشان ايه يا مندوح؟ ما تسيبه ولا انت راخر. صلاة النبي يا صلاة النبي، انت جيت من المدرسة يا ممدوح؟ شفت يا سي سيد اداني ايه في المدرسة؟ ايه ادولك ايه؟ اداني شوكولاتة. يا اخويا ان شاء الله تتهنى وكل ملبس الشهادة الكبيرة يا ممدوح. وما بيوزع عليك شوكولاتة في المدرسة؟ لا داني بس. لازم عشان شاطر. ادوني جورنال في صورة اخويا امين. ما ادوك الشوكولاتة عشان كده؟ ايوه، وقالوا لي خلي اخوك يجي عشان يسلم عليه. شوف يا بوري، انا عاوزك تكلمه بينك وبينه كده وتفهمه ان العيش والملح اللي بيننا هو اللي حيشني عنه. أنا أقدر أكروشه من بيتنا وقت عرجله، بس أنا مش ابن حرام. اللي حصل بس يا سأمين؟ أنت نايم على ودنك يا ولا بتستعبط؟ الله سامحك يا سأمين. لازم يعرف إن العين دلوقتي عليا، والأهالي رايحين جايين يشاوروا على بيتنا، مش معقول بقى يشوفوه داخل خارج وكأن بيت أهله. الله 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 الله. أنا عندي أختي على وش جواز وما أحبش حد من الناس يجيب سيرتها. الرئيس السيد طول عمره داخل خارج عليكم، والناس كلها عارفه انه ايه؟ عمي ولا خالي ولا بقيت عيلتي؟ ها؟ اذا كان على ايراد المركب اللي هو بيدوره لنا يبقى يحاسبني انا على الايراد بتاعه من هنا ورايح، ملوش دعوه بفاطمه اختي. فاهم يا بوري؟ اقول له يا سامين افندي. يعني المره دي بتكلم بالذوق. منور الجرنان يا بطل. تعيش يا ريس. كزوزه للبطل على حساب يا سانجا. ربنا يكرمك.
فهمني يا بوري. فاهم يا سمين بيه. ايه اللي بتقوله ده يا بوري؟ انا ماليش دعوه يا ريس، انا ببلغك اللي قاله صافي كلمه كلمه، وبيقول لك الحساب من هنا وجاي يكون معاه هو بعيد عن الست فاطمه. بقول لك يا ريس ما ترميهوله، ونأكر احنا مركب نشتغل عليه، ما هو مش معقول هنمسخر روحنا مع عيل زي ده. ما تاخذنيش يا ريس، الولا سامين شامم نفسه اول يومين دول. والله كان عندك حق يا فاطمه. اختك فاطمه فين يا ولد يا مبروك؟ فاطمه يا فاطمه فاطمه، اما انا جايب لك خبر بمليون جنيه. خلاص ربنا هيتوب علينا من الغلب اللي احنا فيه. المحافظ امر لنا بشقه جديده في المساكن الشعبيه اللي بتبنيها المحافظه. اه والله الجواب اهو، شوفي هستلمها بكره الصبح ان شاء الله. المحافظ بنفسه هو اللي هيسلمها لي، ونبيع البيت ده بقى وبتمنه نفرش الشقه، ومش بعيد يفضل لنا قرشين كويسين نشبرق بيهم. اكن الحكومه خلى عليها كلام الهقص اللي انت قلته في الجرانين. المهم انهم هيدونا الشقه. محدش عارف هتوديك فين السكه اللي انت ماشي فيها دي. جرى ايه يا فاطمه؟ هو انت دايما كده مكسره مقاديفي؟ مقاديف قش ورق، اقل موجه تكسرها مش هاني. يا ولا ما تضحكش على روحك، اصحى فوق بقى، الحق اتعلم لك صنعه قبل ما يفوتك القطر. يعني انا غلطان اني جايب لكم شقه مش هتدفعوا فيها ولا مليم احمر؟ اهم من الشقه المصاريف اللي هتصرف جوه الشقه. لو انت فاكر ان العيشه شقه وكركبتين. يا امين اني قلبي عليك، اسمع كلامي، سيبك من المهيصه اللي بيزينوها لك ولاد الحرام. انت معدت صغير يا امين، بص لقدام، السيد النهارده موجود وبيصرف، بكره محدش عارف ايه اللي هيحصل. الحق اتعلم لك صنعة على الأقل تصرف على نفسك منها، بلاش احنا قعدة القهوة مش هي اللي هتصرف علينا. يعني ايه يا فاطمة؟ أروح دلوقتي أقول لهم أني الشقة مش لازماني؟ مفيش فايدة، أعلم في المتبلم يصبح ناسي. الشقة اللي جات لك من الأوانطة وشغل الثلاث ورقات دي ما تلزمنيش، إن كانت تلزمك أنت روح اقعد فيها بطولك، لكن أنا مش هسيب بيت أبويا أبدا اللي بناه بشقاه وعرقه. فاهم؟ بشقاه مش بالأوانطة. الله اللي هنا. في ايه يا بوري؟ ايه اللي جاب؟ ايه الرئيس السيد باعت معايا الأمانة للست فاطمة. تعالى هنا. أمانة ايه؟ فلوس الجمعة دي. مش أنا قايل لك تقول له ما يبعتش؟ قلت له يا سامين. أمال هو باعتني بالفلوس ليه؟ فين الفلوس؟ ايه؟ روح قول له سامين خد الفلوس، ما بقاش بعتك هنا تاني، انا اللي هبقى اروح لحاسبه بنفسي، مفهوم يا بوري؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا بوري؟ ده الرئيس السيد بعت لك الفلوس يا ست. مساء الخير يا سيد. خير على عيونك يا فضل. ايه مالك يا فضل الشر؟ ابدا مليش، سلامتك. يعني عدى كم يوم محدش شافك، واخرة المتمة بعت لنا الفلوس مع البوري. ايه زعلان مننا ولا ايه؟ انت معقول برضه؟ انا لو زعلت مع الدنيا كلها مش ممكن ازعل منك يا فاطمة. تشربي شاي؟ ولا بق مية قبل ما تقولي ايه اللي مخبي عليك. هو النفر يقدر يخبي عنك حاجة ابدا؟ طب داني متهيألي يوم ما اخبي عنك حاجة هتعرفيها من قبل ما اقولها. الناس كلها تعلموا البكش ولا ايه؟ ما تتكلم دغري يا راجل. بتضحك على ايه دلوقتي؟ وعهد الله اني اتوغوشت عليك. سيبك من الشاي ده وقول لي، امين زعلك في حاجه؟ امين؟ امين ده ابني. حد برضه يزعل من عياله؟ بس انا اصلي مشغول حبتين. المعلمين بتوع السمك مغلطيني في الحساب معاملتهم بقت مش قد كده. يغلطوك انت؟ عجاي. طب ده انا افتكر ابويا كان دايما يقول السيد فيه في دماغه دفتر حساب اجدع من 100 قلم وورق. ايه؟ تقولي ايه بقى يا فاطمه؟ طب اسمع، انا عندي فكره. ما تاخد الولا امين تشغله معاك. ايوه، يمسك لك دفتر الحساب وكل طلعه تطلعها وترجع تسلمها في الشادر يأيدها عيني عينك قدام التاجر. واخر الجمعه طلع له اللي فيه النصيب. اهو تعوده يكسب لقمته بشقاه.
وباقسم اللي تديهوله من نصيبي بيني وبينك. قلت ايه بقى في الفكره دي؟ انا اتمنى فاطمه بس. بس ايه؟ لو انت هتفضل طول عمرك تخدمنا واحنا ما يجيش علينا يوم نخدمك. مش القصد يا فاطمه، اني اخدمكم بعناية الاثنين، بس اصل اخوك ما ينفعش في الكار بتاعنا. مش احسن من قعدته على القهوه؟ اقول لك سيبهولي انا هتفاهم معاه. لا والله حلو وبيرحم زي العطوان. يا بختك يا عم، هنيانك. لا والله ده حل مش ابني زي بتاعتي، بس يا رب يلزمها شوية فرش حلوين. ربنا يسهل. فتحت اختك في بيع العشة اللي انتوا فيها؟ اختي دي ايدك منها والارض يا معلم عبد الحق. ليه؟ وهي يعني هتلاقي شقة مزاجة زي دي فين؟ ما هي فاطمة اخدي دي اصلها فقرية، ما هو في ناس كده ربنا يديهم النعمة يرفصوها. اسمع، انا مستعد اخد الشال واروح لها بنفسي. لا لا اوعى يا معلم عبد الحق. ليه بس؟ يمكن لما تشوف الفلوس رقي هيجري وننتهي. انت اصلك ما تعرفش فاطمة اختي دي، ما رضيتش حتى تيجي تشوف الشقة دي. عجيبة. امال انا قرفان وطهقان وزعلان ليه يا عم عبد الحق؟ انا مش لاقي حد يفهمني. سبحان الله. طيب امال هتفرش الشقه دي ازاي؟ هتسيبها كده على البلاط؟ ونسيبها بقى لحد ما ربنا يسهل. طب اسمع، ما تبيع المركب. ها؟ انت لو ما اخذت لا في الصيد ولا في البحر ولا في الكلام ده، بيع وافرش بيه الشقه وانا مستعد اجيب لك اللي يشتري. ايوه بس عم السيد، عمك السيد كان معاه فلوس يشتري؟ هو اولى من الغريب، الحق يمال. طب افرض ما معهوش؟ خلاص يسيب رحمة ربنا تنزل، مش كده ولا ايه؟ ايوه بس فاطمة بتصرف على عيال من شغل المركب، وانا خايف يعني لو ما لقينا. هنا بقى مربط الفرس. اذا كنت واد واعي صاحي يا امين وبقى على اخواتك، لازم تشوف لك شغلانه تجيب لك دخل ثابت كل شهر. افرض المركب غرقت ولا ولعت ولا جرى لها اي حاجه، اخواتك ياكلوا منين؟ ها؟ تقصد ايه يا عم عبد الحق؟ ايوه امين، انت لازمك شغلانه يا ابني، انت بطل. الحكومه ملزومه تشوف لك شغلانه ميري يدخل لك منها دخل ميري كل شهر. ازاي؟ مفيش غير الجدع الصحفي اللي كان جه خد سؤالاتنا. انا معايا علوان، تنزل تروح له مصر تشرح له ظروفك، كم عيال وشقه على البلاط، ما تجيبلوش ست المركب. هينشر حكايتك في الجرنان، وحياتك ما هيفوت جمعه الا لما حكوم يستلم الوظيفه الميري. بذمتك مش ده الكلام؟ ايوه بس. ايوه انا عارف ما معكش فلوس، انا هسلفك فلوس تنزل بيهم مصر، ما تعتلش هم. يا عم عبد الحق. يا ولا خد مني انا، خد مني ده ده في مقام ابوك. خد سلفة الحينة ميسرة الناس لبعضية. ايه ده؟ مسافر رايح فين؟ انا نازل مصر هقدم على وظيفة. وظيفة ايه اللي هتشتغلها في مصر دي؟ لا خلاص الدنيا هنا ضاقت عليك؟ لا ما هاني هقدم على الوظيفة في مصر، لكن الشغل هيكون هنا طبعا. طب ولما هو هنا ايه اللي هينزلك مصر؟ ما هو الناس اللي هيوظفوني عايشين في مصر، لازم انزل لهم علشان يتوسطوا لي، ادي الحكاية. بس يا ولا بلا لعب عيال فاضي. مش لعب عيال فاضي يا فاطمة، ما هو انا لازم الاقي شغلانة نظيفة شريفة اكل منها عيش بالحلال. هلا مش ده كلامك؟ طب وليه اللفة الطويلة العريضة دي؟ ما الشغل هنا بيكون من غير واسطة ولا حاجة. انهي شغل ده؟ زي ما قلت لك تشتغل مع السيد. السيد؟ وهي دي شغلانه؟ اعيد لي كم وقت سمك داخله وكم وقت خارجه؟ يا فاطمه حرام عليكي، انا نفسي في وظيفه اضمن بيها مستقبلي. وهم اللي هيتوسطوا لك دول هيشغلوك ايه؟ ابوكاتو؟ يا ولا انت مش عايز تتقل لو تحمد بقى؟ اسمعي بقى يا فاطمه، انا ما عدتش استحمل عمايلك دي واحسن لك. اخرس قتل سانك. هتضربيني يا فاطمه؟ لو انت فاكر انك كبرت عليا ولا ده، اني اضربك وابزز حباب عينيك كمان. اني عارفه انت عايز تنزل مصر ليه، اقطع دراعي ما كنت ملموم على شله حراميه وعايز تعوم على عمهم. ما هو اللي زيك ما يطقش اللقمه الحلال. ملوش لزوم الكلام ده يا فاطمه. وانت بيحوق فيك كلام. اني خلاص مش عايزك تشوف وشي بعد كده النهارده، انا من سكه وانت من سكه. كده كده ايوه، احنا ما عدناش ننفع مع بعض خلاص. لا انت هتفهميني ولا انا عدت اقدر استحمل عمايلك. كل حي يروح لحاله احسن. في 60 داهية تروح ما ترجع. انتهينا يا فاطمة،
خلاص خلصت روحك. لو انت فاكر انك هتخلص مني ولا فاكرني حسيبك يفلت عيارك اكتر ما هو فلتان. انت عاوزه مني ايه يا فاطمه؟ اتلو على نفسي جهاز واحرق روحي علشان ترتاحي. يا ولاد مالكوا كف الله الشر؟ هو انت لا ترحمي ولا تسيب رحمه ربنا تنزل. مالك يا امين يا ابني؟ انا خلاص ما عدتش طايق العيشه اللي عايشينها. ضهقت ضهقت يا عالم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلامتك يا ابني سلامتك. سيبيه سيبيه خلا مساعد. روح يا امين روح مطرح ما يعجبك. سافر ارمع اسرق اقتل حتى مش هتلاقيني يوف في سكتك. بس بشرط انا مستعد انزل قرار المحيط بس اخلص من الغلب ده. لا تنزل ولا تطلع. هي حاجه واحده بس اللي انا طالبها منك. ما تصرفش قرش واحد على عيل من اخواتك طول ما انا عايشه على وش الدنيا. حتى لو جولك وطلبوا منك ابقى اكرشهم بامري اني. خلينا ربيهم بقرش حلال وخلي لك انت قرشك. حلال حرام خلوه لك ربنا يكفينا شره. هي دي بس الحاجه اللي انا طالبها منك. اظن سهله. نساعد يا امين. حاضر انني كان لي اخ ومات. ولا تتعرض لي ولا تعرض لك ولا تضرني ولا ضرك. هو ده شرطي واني موافق. استبينا يا امين. بس يوم ما تنقض شرطي ده او تتعرض لرزق اخواتك حاكلك بسناني. سمعني يا امين؟ ما تغزو الشيطان بقى يا اولاد مش كده. روح يا امين سكتك مفتوحه. اعمل ما بدالك. واني انا حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ايوه امين يا امين امين يا امين يا امين لملم عقدنا المفروض. يا لمة الماضي بصرخ على الدنيا بعزم الصوت. يضيع صريخي في الخلا الفاضي. لا حول ولا قوة إلا بالله. العيال انفرط عيدهم يا سيد. اتحرك يا ابني اعمل ايها حاجة. تابوهم سايبهم امانة في رقبتك انت. ايه بس اللي اقدر اعمله يا مساعد؟ اللي يقدرك عليه ربنا. دور على الوالة ورجعه بيته واصلحه على اخته. دول ما لهمش الا بعض. امين ما عادش بيحترم حد يا مساعد. واني لا الا انت. ده انت عمه وخاله. كان زمان قبل ما يكبر وتطلع له ضوافر يخربش بيه احبابه قبل عدوينه. يعني انا غلطانه اللي جيت لك يا سيد؟ لا انت غلطانه ولا انا غلطان يا ام سعد. طب اتحرك يا ابني عشان خاطراني ابوس رجلك. هنقف نتفرج على اولاد المنزلاوي وهما بيتفرقوا وينهشوا لحم بعض. هنقف نتفرج يا سيد. فينك يا منزلاوي؟ انت فين يا منزلاوي؟ يا امين يا امين يا منزلاوي يا امين يا امين بابوس. انت بتدور على حد ولا ايه؟ ما شفتش امين يا معلم. امين مين؟ امين منزلاوي؟ اظن نزل مصر
كنت سامع بيقول نازل مصر. مشي يسافر يعني؟ اظن كده. واد اسانجه. ايوه يا معلم. تعرفش امين منزلاه فين ولا؟ نزل مصر يا معلم. يبقى نزل مصر. هو في حاجه ولا مؤاخذه؟ ها؟ لا ما تعرفش هيرجع امتى؟ دي بقى علموها عند ربي. ليه؟ في حاجه ولا مؤاخذه؟ لا متشكرين. ما كنت تقعد تشرب شاي. الغلطة غلطتنا احنا من الاول يا سيد. احنا اللي سبناه يكذب ويقول انه بطل وانه عدى الكنال وساعد الفدائيين وطرد الانجليز بطوله. كذب وسكتنا لحد ما صدق روحه. عيل ومرضناش نكسر بخاطره يا فاطمة. العيل لما يكذب لازم لسانه ينقطع. اهو كذبه جان عليه واحنا السبب. يعني كنا نقدر نعمل ايه يا فاطمة؟ نعمل؟ كنا نقول للناس ان عياره فلت من يوم. نقول لهم انه لا عدى ولا كان راجل في يوم من الايام. طول عمره خايب الرجا. نقول لهم انه نام في ليله ما ينامش فيها الا الجبان او الميت. نام واني طلع اني ام السعد قصاد عينيه ما كلفش حتى خاطره ياخد باله من امه العيانه. امه اللي ما لقيتش شربت ميه تبل رقها وهي بتموت. والافندي نايم. نايم بشخر. واخره المتمه يشيلوه على راسهم. ويقول ابو زيد الهلالي فتح عكا واحنا ساكتين. يبقى له الحق بعد كده يقلع مداسه ويضرب راس الكبير فينا قبل الصغير. ما احنا كدبنا لما سكتنا وسكتنا عليه اواه لحد ما صدقوه صدق روحه. امين عكرت بطن امي. ازيك يا ابو محسن؟ السلام عليكم يا عم ابحق. سلام يا رب. اهلا اهلا يا امين. الحمد لله على سلامتك يا بطل الابطال. ازيك انت يا عم ابحق؟ ايه خير؟ سبع ولا ضبع؟ سبع طبعا بس ارتاح. واقول لك ايه، قهوه ولا شاي ولا ايه؟ لا ولا حاجه ابدا. ازيك يا سانجا؟ اهلا اهلا. اصل في مشكله ولازم نلاقي لها حل باسرع وقت. خير؟ هيعينوني كاتب في المينا. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض. شفت بقى نصايح عمك؟ شربات يا ده سانجا. استناني بس، هم صحيح هيدوني ما هي تعبانة، إنما يعني إيه؟ دي شغلانة وجات لك على الطبطاب. ميت إيه؟ طب ده أنت اللي هتهلبه، قصدي اللي هتكسبه يعني من أوفر تايم من هنا ومن هنا، هيغنيك عن 100 شغلانة. دي شغلانة ألاجة يا جدع. ده أنت مرحوم أمك كانت عيالك. إنما قولي إيه بقى المشكلة يا أخويا؟ هيبعتوا لجنه بكره ولا بعده علشان تبحث حالتي. يعني اخواتي قد ايه؟ بصرف منين؟ يتاكدوا يعني من البيانات اللي انا كتبتها في الاوراق. وماله؟ يشرفوا يسالوا. يسالوني انا. ايوه بس المشكل في المركب بتاعت ابويا. انا ما جبت سيرته في الاوراق زي ما قلت لي. انما لو حد جه وسال ومعرفوا الحقيقه هروح في داهيه. على الاقل هتروح من الوظيفه. دي مسألة بسيطة ما تستاهلش. 90 100 110 20 30 40 50 60 70 80 90 210 و20 و30 40 50 60 70 80 90 300 310 و20 و30 40 50 60 70 80 90 300 هتقدر يا سيد؟ واقف ليه؟ 70 90 400 410 و20 و30 و40 و50 و60 70. ريحة دي مش نافعة يا ريس زقطوط. ليه يا عم السيد؟ ما قلنا لك هتشتغل معانا على المركب برضه، مش هنقطع لك عيش. اللي بيبيع لك ده قاصر ما يغركش طوله. وقانونا صلي على اللي حيشفع فيك. مال يا عرب، على راي المثل، ابوها راضي وانا راضي. 500 ربنا يبارك لك يا سمين. الله يبارك فيك يا رزق توت، حلال عليك. قول لك امين ما يمتلكش المركب لاخوات. يابا نصيبه ونصيب اخواته كله قبضه قدامكم اهو. يصطفل هو واخواته، انا مالي. اسمه توكار وزي ما اتفقنا. أستأذن.
زنان يا جماعه. استنى يا ريس زعطوط، انت مش هبطته خلاص، خد مركبك وتوكل على الله. اصطبر يا ريس زعطوط، اصطبر لما تيجي صاحبة المركب. انا ماليش كلام اصلا مع الحريم يا ريس سيد، الثمن وقبضته قدامكم. مش يمكن نرجع في البيعه؟ وماله، هو اللي هنهرب بالمركب؟ وقت ما تحبوا ترجعوا في البيعه هاتوا قد اللي قبضتوه مره ثانيه وتعالوا. مش ده اتفقنا يا ابني؟ اخوك باع المركب لزعطوط يا فاطمه، باع وقبض. هتثبت امال يا سي امين، واحنا بنسرق. اللي عملته ده يا امين، بعت مركب ابوك. انت مش قلتي كل حاجه يروح لحاله؟ خلاص انا هاخد حقي من المركب واديك الباقي قدام كل الناس بما يرضي الله. يرضي الله؟ وهو ربنا يرضى انك تبيع المركب اللي بنصرف منه على اخواتك الايتام؟ مش انت اللي قلتي فضتها سيره يا فاطمه؟ وفضتها سيره يا ابني بطن امي. حقك هقبضهولك قدام كل الناس على داير مليف. تقبضني ايه؟ اجري حلق على الراجل بلا شغل جنان يا امين. ما عادش ينفع يا استاذ فاطمه، شرط الجزائي ما احناش قد ولا مؤاخذه. جزائي؟ اه انا اشترطت على اخوك ياخد نصيبه وبس، نصيبك انت واخواتك يناولهولك سي امين. اديها نصيبها سي امين. قدم انت اختك حقها وحق اخواتك. من هنا وجاي يا امين، كل ما هتبص في مرايه هتفتكر اللي عملته في اخواتك. يا اهلا وسهلا يا مرحبا، يا اهلا بيك. تعالي معايا يا فاطمه، عايز يبقى لبيتك.